للمزيد حول الوضع الحقوقي في العراق، لا سيما في السجون، والذي فنده قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق، وحديث حلف الناتو عن توسيع دوره في العراق ليشمل وزارة العدل في بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك دكتور أيمن. حياك الله أخي الكريم، وتحية للمشاهدين الكرام. شكرا لك دكتور. أيضا سوف ينضم إلينا لاحقا بعد قليل عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي. دكتور أيمن، بداية، يعني أصدرتم في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تقريرا عن وضع المعتقلين في سجون العراق. التقرير أكد يعني سوء معاملة المعتقلين في السجون. إلى أي مدى دكتور يعني ما رصدتموه يعني يعد سياسة ممنهجة للقوات الأمنية؟ أخي الكريم، المشكلة في العراق حقيقة هي مشكلة متجذرة خلال العقدين الماضيين. هنالك تعامل سوء معاملة واضحة جدا من قبل إدارات السجون الحكومية المعلنة، أستطيع القول لا أبالغ إذا أقول جميع السجون الحكومية المعلنة تنتهج هذه السياسة، سوء المعاملة والإهمال الطبي وعدم الاكتراث حقيقة لحياة الأشخاص المعتقلين، بصرف النظر عن التهم إن وجدت الموجهة إليهم ومدى جدية هذه التهم ومدى تورطهم في ذلك. لكن هذا الأمر هو أمر عام في السجون الحكومية المعلنة، والتقارير على مدى 17 سنة الماضية تؤكد حقيقة هذا النهج في المتبع في العراق على مختلف الحكومات المتعاقبة. هنالك إصرار على التعذيب، إصرار على كيل التهم جزافا حقيقة، وبالنتيجة لدينا كوارث إنسانية تحدث داخل السجون، لكن مع الأسف الشديد تجري بصمت في ظل حقيقة تجاهل المجتمع الدولي لما يجري. دكتور أيمن، التقرير وثق خلال الشهرين كانون الثاني وشباط الماضيين وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا في السجون. ذكرتم الأسباب هو أنهم يتعرضون إلى التعذيب ما يؤدي إلى وفاتهم في الغالب، ولكن ما الأسباب التي تقف وراء استمرار هذا النهج؟ لماذا يقومون بتعذيب المعتقلين على هذا النحو؟ أخي الكريم، حقيقة السبب الأبرز لاستمرار هذا النهج هو إفلات المرتكبين من العقاب وعدم وجود تحقيق شامل في حالات الوفاة التي تجري في داخل السجون، ولا سيما للمعتقلين والمتهمين بتهم الإرهاب. وهذه يعني هنا نحن أمام مفارقة حقيقة، لأنه هي الحكومة، هي الحكم وهي الخصم، وهي التي يعني هنالك جرأة على النفس البشرية وإزهاق الأرواح بسهولة داخل السجون، لأنه السجين أو المعتقل يكون بمعزل عن العالم الخارجي ولا يستطيع التواصل وليس له محام يعني مستقل يدافع عنه، لأنه هذا غير مسموح حقيقة في العراق يعني. فإذا الأمر كأنما اختفاء قسري، وهذا الاختفاء القسري يجري فيه التعذيب وينتهي في كثير من الأحيان بالوفاة مع الأسف الشديد بسبب هذه سوء المعاملة. الحديث عن يعني تعذيب المعتقلين ليس يعني ليس بالجديد، يعني من المفترض أنه أن يكون في كل دولة، في كل منظومة، في كل نظام هناك رقابة قضائية على السجون في العراق، يعني تتابع هذه الرقابة وتقيم أيضا يعني مدى فاعليتها. ولكن الحال في العراق هنا
كيف تصف يعني موضوع منظومة الرقابة القضائية على السجون؟ أخي، المنظومة القضائية في العراق ومدى استجابتها للشكاوى تدلل على التبعية السياسية لهذه المنظومة. هي منظومة يفترض أن تكون مستقلة، يفترض أن تتمتع يعني شيء كبير من الحياة، يفترض أن تكون مهنية في اعتماد هذا الاعتراف أو من عدمه، لكن كل هذا مع الأسف الشديد لم يحدث. كل الذي حدث أنه هذه المنظومة تنفذ رغبات السلطة التنفيذية المتمثلة بحكومات الاحتلال المتعاقبة، وهي مسألة هي وسيلة لتعامل هذه الحكومات مع المعارضين لها. واليوم نحن يعني كل العالم تبين له كيف تعاملت الحكومة مع أبناء الشعب العراقي الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بأبسط حقوقهم الإنسانية بأسلوب سلمي، بأسلوب يعني حقيقة حضاري، أسلوب يدعو إلى التفاؤل في المستقبل. لكن ماذا كان رد الحكومة؟ رد الحكومة كان عنيفا، قوة مميتة، قوة مفرطة، استخدام أسلحة محظورة في الأماكن المدنية الآهلة بالسكان. وهذا هو طبيعة تعامل الحكومة، يكشف لنا ما هي يعني على ما تستند هذه الحكومة وكيف تسير القضاء الذي هو حقيقة تشوبه عيوب كبرى، وهذا بشهادة العالم أجمع. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر سكايب من عمان.